نذهب مشاهدينا الكرام إلى المواقع الأخرى. الجي 24 قال السفير الأمريكي يتحدث عن رئاسية 2019، وانتطرق السفير الأمريكي بالجزائر جون ديرشور لملف الانتخابات الرئاسية الجزائرية في أفريل 2019. وقال السفير الأمريكي في حوار تلفزيوني على قناة نهار أنها جزء من مهنتنا الدبلوماسية الطبيعية، ويجب علينا أن ننظر أو ننتظر تقدم الوضع في القادم من الأشهر. وأردف السفير قائلا سيكون هناك اتصالات مع مختلف الأطياف السياسية في الجزائر وكذا والمجتمع والمدني قبل العملية الانتخابية المهمة في تاريخ الجزائر محليا وإقليميا ودوليا. منبر الجزائر قال حكم جزائري يصنع الحدث في بطولة عالمية. وإن أحدث الحكم الدولي الجزائري المختص في رياضة الكيك بوكسينج خالد علال تفاعلا كبيرا وسط منصات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك، وذلك بعد امتناعه من تحكيم مباراة للكيان الصهيوني في البطولة، ليثبت الموقف الدائم للجزائريين والجزائر بامتناعها عن التعامل بأي شكل من الأشكال مع الكيان الصهيوني. المصدر ديزاد تقرير مفصل حول تدني خدمات المستشفيات على طاولة زوخ قريبا. وانكشف رئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر يوسف بقريس عن تسليم تقرير مفصل لوالي العاصمة عبد القادر زوخ يخص النقائص التي تعاني منها المستشفيات. التقرير يسلم للوالي زوخ خلال الدورة المقبلة شهر أكتوبر لدراسة ومناقشة الميزانية الأولية للمجلس. الآن يوز اتفاق قضائي جزائري هندي. أبرمت الحكومة الجزائرية اتفاقيات مع الحكومة الهندية تتعلق بالمجال القضائي والتقنيات التكنولوجية والعلمية. مراسيم الاتفاق جرت في بنغلور الهندية بحضور المديرة العامة للوكالة الفضائية الجزائرية عز الدين صديق بمعية المدير العام للوكالة الهندية الفضائية والذي كان بالهند.